عسلامة مسيو. عسلامة أختي. لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس في خير ونعمة. الحمد لله. اليوم موضوعنا نحكيو على التسامح بين الناس. مازال فما التسامح؟ والله مادام ربي موجود مادام فما التسامح هذه الأولى الساعة. لله الله محمد رسول الله وإحنا شعب مسلم. نورمالمون ديما التسامح موجود ما بيناتنا، علاش احنا وجدودنا وبياتنا وقاعد كانوا يعيشوا الجيران عيلة واحدة. الجيران عيلة واحدة، كانت الطفلة ديما جار بنت جارتك خوك أختك وولد جارك خوك، وكنا ناكلوا نفس الصحن ناكلوا نفس الماكلة، كان أنا نطيب محمصة وأنت تطيب شكشوكة تذوقني. كانت موجودة. احنا مثلا أنا باش نحكي لك كريف، احنا واحد يخدم في السواني يخدم خدام مش فلاح، خدام يخدم في السواني يروح بالمشمش يفرق على النهج كام، يروح بترف راهي معناتها سطل سطل ب 5 كيلو يفرق على النهج كام. كان تسامح وكان برشا حوايج سامحني، صحيح راهو موجود لحد الان موجود تسامح وموجود الخير. انت تو تدور في تونس تلقى شكون يشري في الكتب المدرسيه الناس ما يعرفهمش، فما شكون يتبرى بالكتب المدرسيه في العيد، فما شكون يتبرى بحوايج العيد في العيد، فما شكون يتبرى بالعلوش موجود راه موجود. اما قلت شوي بحكم معناتها فما ياسر ستريس في تونس، ياسر خمو في الماده وياسر نغصروا في رواح. كيفاش نغصروا في رواح؟ انا نقدر انا شاريتي 500 نصرف في مليون، سي با نورمال، منين بجيبها انا 500 الاخرى؟ تحس انه فما تنافس بين الاشخاص، يعني شكون يصرف اكثر؟ فما دي شارج نتاع 90% عايش اختي، عايش اختي 90% من نساء، فلانه لبست بنتها لبست هكاك، بنتي تلبس هكاك، ولدها لبس هكاك، ولدي يلبس هكاك، فما دي شارج يعملوه للراجل، الراجل وليده ما ينجمش يحرمهم من حاجه. صحيح راهو صحيح يقولوا الراجل صحيح. الضغط هذا من نساء؟ 90% من نساء. 90% عايش اختي. نقولها واضحة غيرة؟ مش غيرة، هذيك هي المرأة، هذيك هي المرأة ديما تحب روحها خير من غيرها. الراجل يعيش نرمال، عيش نرمال، أنا نعيش كيف كيما نقولوا فيها ناس قبل، نعيشوا كيما الناس وخير من الناس وأقل من الناس. فما ناس يعيشوا أكثر منا عندهم، وفما ناس يعيشوا أقل منا ما عندهمش مسيك، وفما ناس كيفنا نعيشوا موديست. فهمت؟ هي كانت تونس فيها البوفر موديست لي ريش، تو دي ريش دي بوفر، لا موديست الموديست ماتت في الوسط اللي هي كانت معدله تونس، الموديست كانت معدله تونس، وكانت نسبه الكبيره موديست، تو النسبه كبيره بوفر، ما عادش فما الموديست، ولينا كي مصر طبقه الفوق وطبقه لوتا، وهذيك هي اللي معناتها تقوي الريتم. فما حاجه اخرى تو انت كيفاش تقول لي رو ربي سبحانه وصى، والرسول صلى الله عليه وسلم وصاوا على الجار، وصاوا على النسب، وصاوا على العيله، وصاوا على كل شيء. فما احنا ياسر بعدنا على الخزمه، ياسر نعرفوه راهو الشيء هذا راهو متاكد اللي اي تونسي مش تسالو يعرف، لكن تطبيق شوي. فما ناس يرحم والديها اللي العائله تبقى متماسكه لحد الان. واحد انا مثلا نقول لك فما مثل نقول فيه وصحابي ديما يضحكوا ووقفوا عليه، نقول ديما الله يرحمك يا بابا ما خليت لنا شيء. علاش؟ كي ما خليناش الرزق لا ما تدخلش، احنا الاخوات ما تدخلش ما بيناتنا نساء، وش بيه هذاك اخذها اكثر، وش بيه هذاك اخذها اكثر، وش بيه هذاك عنده، وش بيك انت ما عندكش، وما تدخلش بيناتنا العبيد، ولينا كتلة واحدة نعيشوا كتلة واحدة احنا بالتساوي، يعني كتلة واحدة. ليه مش احنا كل واحد يخدم فيه على روحه، كل واحد يكون في عائلته، اما ديما كتلة واحدة. لو كان خليلكم بوك راكم ماكمش كتلة واحدة؟ رو انا مش معناتها مش نجزم، اما اللي نشوفه فيه احنا في الشارع، واللي نشوف فيه في القهاوي، واللي نشوف فيه في المحاكم، الخو يقتل خوه على جال قطار، على جال حداده، راهي الحداده راهي اقل من المتر، ولا 10 سنتي 20 سنتي تقتل خوك. فهمت؟ ليك تو هي راهو كانت قبل يبقى الرزق عند واحد برك والناس عند الكبير، والناس كل عايشه في الرزق، والناس كل تو ليه يقسموا اختي تعاركوا على حديده على زوز متر 3 متر ويتعاركوا، وهذاك يضرب هذاك
ولد الخو يضرب العم والعم يضرب مرت خوه، معناتها اللي فما اخزر هي التسامح هذايا راهو ديشارج كبير وموضوع كبير. منين نبداوه؟ نبداوه من المدرسه الاولى ضاعت. المدرسه الاولى ضاعت. اكبر مدرسه واول مدرسه اللي هي العائله. الصغير اللي ما ترباش في وسط العائله من الصغرى يتربى في الروضه ويتربى في الكريش ويتربى في الواحد، امه غايبه ابوه غايب. راهو الصغير راهو مش نقول ماهوش متربي، اما مونك. قبل الام ديما موجوده في الدار والبو هو اللي يسعى. الام كي تجيش تلم ولادها وهذيك ما تعملهاش وهذيك ما تعملهاش، كي يعمل مشكله مع الجار وتصلح ما بيناتهم سير للشون سير للشون، هذيك تشد ولدها تضربها وهذيك تشد ولدها تضربه ويرجعوا لبعضهم، يرجعوا في لحظه يرجعوا لبعضهم في النهج. فهمت؟ المدرسه الكبيره انت العائله غابت صحيح، تو المراه تخدم الراجل تخدم ماهوش خالتين، ماشي مش قول انا كيفاش المراه تخدم وكيفاش يخلي صغاره ماهوش خالتين، المراه تخدم والراجل يخدم والولد في الكريش في الروضه. سي تلقى شكون معناتها مربين مربي وتلقى لي صغير مسكين يضيع يخرج على الخازمه. من بعد تجي تلقى انت طلع ولدك للليسي، اذا كان انت المراه في الدار وتتبع فيه واحد راه باذن الله مش ينجح ويمشي في الطريقه الصحيحه. اذا كان انت تخدم والمراه تخدم والصغير ما يروحش في نص نهار ويمشي يفطر ويمشي يفطر في الشارع ويمشي يمشي من بعد يمشي القهوه دخان يبدا بشوي بشوي حاسين نوصلوا لابعد الحوايج. نرجعوا لموضوعنا بالفائده اللي هو التسامح. انت حكيت على المشاكل بين العائله، كي نشو نجيو زاد نحكيو على المشاكل بين الجيران. والله المشاكل بين الجيران ما توفيش تو، كان عرس كيفاش تعمل عرس؟ اللي كانت تقبل الناس الكل تتلم في العرس والناس الكل تحرك والناس الكل تعمل، وش بيك فوت لي نص الليل وش بيك فوت لي العشره نتاع الليل؟ كان حتى في الميتة ما عادوش يمشيو جيرين لبعضهم في الميتة ما عادوش يمشيو. هو أجر يا بنتي عندك حشية المرض والميت لا تشمت فيه ولا ترتاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم ما ليهودي كل يوم يصب له زبلة قدام داره وكل يوم يصب له زبلة قدام داره، نارت ما صبلوش الزبلة سل عليه. قالوا ما خفنا السيد هذاك وين؟ قالوا له راه مريض مشى طلع عليه. قالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك يا محمد رسول الله. ايش بينا نحن ننسوا هذا يا اخي؟ تجاري راه الجار للجار رحمه مش لحمه رحمه. شكون يقول لحمه؟ تو الجار للجار لحمه تو. انا نقول لك انا الجار للجار كان عندي معك مصلحه، شنو اللحمه راه مش من معنى الخاي. كان عندي معك مصلحة راك جاري وخويا ما عنديش معك مصلحة. هذا مش ديرنيير مون العمدة مشي عرس الناس كل جرت له، الناس كل جرت له مش عرس زوالي ما فهم حد، ميتة تاع زوالي ما فهم حد، ميتة تاع اللي عنده معصرة الناس كل حضرة. فهم لو نحكيه في الواقع أنا نحكي لك اللي شفته بعيني. خلي لك كلمة الختام، شنو تنصح العباد؟ والله إن شاء الله بلادنا تمشي في الخير، ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح ولله الله محمد رسول الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدينار يطلع، امنيتنا دينارنا يطلع شوي، يطلع الدينار وترخص شويه المعيشه ونرجعوا فما موديست وفما بوفر وفما ريش خاطر هذيك. واذا كانت تعدلت امور الماديات راهي تتعدل الحياه، تولي العلاقات الاجتماعيه ترجع وما عادش ستريس وما عادش واحد، ترجع العلاقات الاجتماعيه. وإذا كان نرجع لربي نرجع للعلاقات الاجتماعية من الأخر.